الأحياء طيب علم الأرض من الشعراء اللي الله يرحمهم اللي كنت تحبهم من هو؟ الحين يجيك خالد اللي توفى؟ إيه رشيد الزلام عبد الله بن شاي وشاعر في الثانوي بكيت عليه ويوم توفى. إيه إيش دراك؟ ها؟ ده سؤال ولا هم يدرون ولا إيش؟ لا أنا أسألك يعني من هو هذا؟ والله شاعر بكيت عليه من قلب كأنه أخوي يوم توفى فيصل الرياح. ايش السالفه ويقولون انك مرضت وقعد 3 أيام في السرير ايش دراك؟ اني اعلمك انا هذا الحين ايش السالفه؟ كنت احب الشاعر ذا، انا احب الشعر المحاور، الشاعر ذا مره احب شخصيته كاريزما، شاعر يدخل الميدان ما حسب لاحد. الله يرحمه فيصل الرياح. الله يغفر له يا رب. كيف طلعت من هذا الجو الحزني هذا؟ والله 3 أيام ونسيت ايش نسوي؟ والله ندعي له لحد الحين. الله يغفر له. دائما اذا ذكرته ادعي له. الله يغفر له يا رب. طيب اي والله بجلاله موقف هذا من المواقف اللي تحس انها اثر عليك في حياتك ولا؟ اي والله انه اثر علي، هو اللي صنع مني شاعر. والله كنت احب شخصيه فيصل الرياح. معناه انت كنت شاعر ولا كنت مستمع ولا محب؟ لا كنت مستمع، احب المحاورات احضرها، كانت عندنا في الطائف محاورات ليلي 5-6 حفلات جنب بعض. معروف، لكن الوالد شاعر؟ لا والله مو بشاعر. احد من اقاربك شاعر؟ اي في اقارب، في احد من اعمامي، في خوالي شعار. ها ها ها. جدي شاعر. يعني نقول انه وراثه؟ والله ما ادري، انا اتوقع ان الشعر مو وراثه. حلو، موهبه من الله.